بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرهب قل رب سبحانه وتعالى، آية 22 من سورة الإسراء، الفواياج مكتوب: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا حال الكرب وحال من يدعي الإسلام أو يدعي اليهودية أو النصرانية. ادعاء لابد أن يكون مذموم عند رب العالمين ومخذول من لدنه سبحانه وتعالى، يعني العكس يتم. لا مشكورين في شيء، أنتم أهل شرك أهل خذلان وأهل ذم من الرحمن. ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما كان الإله واحد. ومن يدعي غير ذلك فليأتني بالبرهان. ونعلم مسبقا أن لا برهان له. شيطان يحيل له براهين ولا حصر لها، ويجيب ويجلب كذا في باله، مش يقنعنا واحنا نسخر منه. لأنه كيفاش مش نقول لي مع الله ما إله ولا آله. Il n'y a aucune divinité. Sont toutes des fausses divinités. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Wassalam.